students. Today we will solve the homework given on the axis of symmetry. The exercise is: prove that x equals a is an axis of symmetry of the given function in each of the following cases. يعني كل part معطينكو function ومعطينكو equation of a line x equals to what equals to a. بدنا نبرهن هيدا line is axis of symmetry for this function. Let's remember together the rule. X equals a is an axis of symmetry to the curve c of the function f of x if we prove f of 2a minus x equals f of x. يعني لازم يطلع two sides are equal. كل عليكم تعملوا انه انتو تعملوا substitute للa x equals a هون. وبعدين تلاقوا f of 2a minus x لازم تكون equals to f of x وهيك بيكون x equals a is axis of symmetry. نتذكر شوي من الremarkable identities يلي أخذناهم. قلنا إذا عنا a plus b all squared هيدي equal to a squared plus 2ab plus b squared. And if we have a minus b all squared it is equals to a squared minus 2ab plus b squared. بس إذا عنا minus a plus b all squared منحطها هي نفسها a minus b all squared وبتصير a squared minus 2ab plus b squared وهيدا عملنا لها proof قبل. But if we have minus a minus b all squared هي same as a plus b all squared وبتصير equals to a squared plus 2ab plus b squared. خلينا نروح ونحل الاكسرسايزز. كتير بسيطين كتير حلوين. First part, we have the function f of x equals x squared plus 1 and we want to prove this line which is equal to x equals 0 is axis of symmetry of this function. Axis of symmetry. خلينا أول شي نحدد الـ a. نحن قلنا عنا x equals a. يعني نحن عنا هون الـ a equals to 0. قلنا أول خطوة حددنا الـ a اللي هي equals to 0. تاني خطوة خلينا نروح ونكتب الرول. الرول بتقول f of 2a minus x لأنه قايل لي بروف لازم تطلع equals to f of x. طيب الخطوة الثانية كتبنا الرول. الخطوة الثالثة خلينا نعوض ال a اللي هي equals 0 بقلب الرول. منروح ومنعوض ال a صار عنا f of 2 ال a شو بدنا نحط محلها 0 minus x لازم تطلع معي equals للفانكشن اللي معي اياها f of x. رابع خطوة انه نحن نعمل simplify لهول الكوانتيتي اللي جوا البراكت. نعمل simplify لمين؟ للكوانتيتي هيدي اللي طلعت معي جوا البراكت. هاي اعملها simplify. فبصير عنا f of 2 times 0 it is 0 وبيبقى معنا minus x. هاي اللي بدي برهنها equals ل f of x. انا بدي البروف لهيدا. خلينا نروح على جنب عشان ما نعجق. أنا عندي الـ f of x equals to x squared plus 1. أنا بدي f of minus x. شو يعني f of minus x؟ يعني كل x بالفانكشن الأساسية بدي استبدلها بماينس x. أنا قلت لكم لسهل عليكم الشغل كل x أول خطوة بستبدلها بس ببركت. هيدي الـ x استبدلتها ببركت والسكوير والكوفيشنت كله بضل مثل ما هو وبلس 1 اللي هو النمبر. بعد ما استبدلناها ببراكت نحن عرفنا كل x بدنا نحط محلها minus x. فهيدي ال x اللي استبدلتها ببراكت بروح وبعبيها بشو minus x. شو بصير عندي؟ minus x squared لأنه الباور even حتعطيني x squared plus 1. هيدي f of minus x. نجي مطرح ما نحن مطلوب نبرهنها هيدي required to prove يعني مطلوب برهنها. f of minus x معي إياها طلعت x squared plus 1 equals ال f of x هيها شفتوها هي equal x squared plus 1 طلعت true. بما إنه true مباشرة منقول له إنه so x equals 0 is axis of symmetry لهيدي الفانكشن اللي معي إياها f of x equals to x squared plus 1 part 2.
معنى f of x equals 2 minus x squared plus 2x. بدنا نعمل proof للline x equals a is axis of symmetry of this function. الخطوة الأولى نحدد ال a اللي هي 1. الخطوة الثانية نروح نكتب الرول. الرول بتقول إنه f of 2a minus x equals to what ل f of x. الخطوة الثالثة نعوض ال a equals 1 بالرول. صار معنا f of 2 into 1 minus x بدها تطلع معي equals ل f of x اللي هي قد ايه؟ minus x squared plus 2x. لازم يطلعوا equal. الخطوة الثالثة اعمل simplify للبراكت اللي جوا. شو بصير عنا؟ f of 2 times 1 2 minus x بدها تطلع معي equal ل minus x squared plus 2x. خلينا عشان ما نعجقها مثل ما حكينا، انا هيدي خلص معيها ما في شغل، هيدي انا بدي لقيها. فمنكتب الفانكشن الأساسية اللي هي f of x equals 2 minus x squared plus 2x. أنا بدي لاقي f of 2 minus x، يعني كل x بدي استبدلها ب 2 minus x. قلنا تسهيلا للشغل خلينا أول خطوة نعمل brackets فاضيين محل كل x. الماينس انتبهوا ما دخلها بالسكويرد، هيدي برانية out. أول x حطيت محلها براكت فاضي وتركت الباور، طبعا كل شيء بيبقى ثابت. بلس التو طبعا نزلت، وهيدي الاكس اللي بدي استبدلها حطيت محلها براكت. هلا خلينا كل براكت نعبيه بشو؟ ب 2 ماينس اكس. هون 2 ماينس اكس وهون عندنا 2 ماينس اكس، هيك بنكون كل اكس استبدلناها ب 2 ماينس اكس. خلينا نعمل simplify، بتصير الماينس out، وهيدي على الرول a minus b all squared. شو بتقول هيدي الرول؟ بتقول squared الأول اللي هو 4 minus 2 multiplied بالأول بالتاني، يعني minus 4x plus squared التاني، يعني plus x squared. وهون simplify عادي، 2 times 2 هي 4 و 2 times minus x هي minus 2x. بصير عنا هلا بس نعملها شوية simplify، الماينس لما enters the bracket changes the sign، بتصير minus 4 plus 4x minus x squared، وهول ما فيهم شغل plus 4 minus 2x. هلا بنعمل simplify لل similar terms، minus x squared ما في مثلها plus 4x وعنا minus 2x حتعطيني plus 2x، و minus 4 و plus 4 eliminated. هيك طلعت معي f of 2 minus x. خليني امسكها وروح عوضها بالرول يلي عملنا لها simplify. هيدي f of 2 minus x هيها طلعت معي minus x squared plus 2x. هل equal ل minus x squared plus 2x؟ اوكي طلعوا equal يعني true. كرمال هيك منقول له then x equals 1 is axis of symmetry للفانكشن اللي معيها f of x equals 2 minus x squared plus 2x. Part 3 عنا f of x equals x squared plus 6x plus 1. We want to prove x equals minus 3 هي axis of symmetry لهيدي الفانكشن. أنا مع ال a هون minus 3. خلينا أول خطوة نكتب الرول بعد ما حددنا ال a. صار عنا الرول بتقول f of 2a minus x هل equal ل f of x؟ خلينا نشوف. الخطوة اللي وراها نعوض ال a minus 3 بالرول. صار عنا f of 2 into ال a حطيت محلها minus 3 minus x بدها تطلع equal معي لل f of x. هي هال f of x اللي هي x squared plus 6x plus 1. الخطوة اللي وراها نعمل simplify لهيدا البراكت، بتصير f عشان طلع الريزلت لإله النهائية هي minus 6 minus x هل equal ل x squared plus 6x plus 1. هاي المطلوب أنا هلأ برهنن هون. أنا طبيعي هيدا السايد جاهز، أنا هيدا السايد يلي بدي لقيه،
فبروح أول خطوة بكتب ال f of x الأساسية، لأنه طبيعي التانية اللي هي f of minus 6 minus x بدها تطلع منها. منروح هلأ بدنا، فبدنا نلاقي f of minus 6 minus x، يعني كل x هون بدنا نعوض محلها minus 6 minus x. شفتوا هول الأكسات؟ حاستبدلهم أول شي ببراكت فاضيين تسهيلا للشغل. هاي براكت فاضية plus 1. الخطوة اللي وراها إنه أنا كل براكت فاضية بدي روح حط محله minus 6 minus x. فبيصير عندنا هون minus 6 minus x وهون minus 6 minus x. هيك استبدلنا كل x ب minus 6 minus x. مثل ما حكينا إذا عندنا minus a minus b all squared هي نفسها a plus b all squared. فإذا minus 6 minus x squared هي نفسها 6 minus x 6 plus x squared. وهيدا البراكت ما فيه شيء، هون بدنا نعمل سمبليفاي عادي. بصير عندنا minus 36 plus minus sorry لأنه plus times minus is minus 6x plus 1. بقى عندنا هيدا الريماركبل ايدنتيتي على قاعدة a plus b all squared، بتصير مع squared الأول plus 2 الأول بالتاني يعني 12x plus squared الثانية، وهيدا الريماركبل ايدنتيتي خلصت والباقيين خلص ما فيهم شغل عم ينزلوا مثل ما هن. نعمل شوية simplify similar terms x squared ما في مثله. عندنا هون minus 36 و 36 بيروحوا 12x و minus 6x حيعطيني plus 6x وعندنا plus 1. حنمسكها ونروح نعوضها بالرول. هيدي هينا لقيناها طلعت معي x squared plus 6x plus 1. نحن عم نشوفها هل equal للطرف الثاني اللي هو x squared plus 6x plus 1. بما انه طلعت true طلعوا الطرفين equal، صار فينا نقول x equals minus 3 is axis of symmetry of the function f of x equals to x squared plus 6x plus 1. Part 4 عندنا f of x equals minus 2x squared plus 8x minus 2. بدنا نبرهن x equal 2 is axis of symmetry لهيدي الفانكشن. خلينا نقول انه هيدي ال a حددناها انه ال a equal 2. بعدين طبيعي حنكتب الرول اللي بتقول f of 2a minus x لازم تطلع معي equals ل f of x، وبعدين حنعوض محل ال a بشو ب 2. بصير معنا f of 2 into بس ال a عم بستبدلها ب 2 minus x. هل حتطلع equal معي لل f of x اللي هي equals minus 2x squared plus 8x minus 2. خلينا نعمل شوية simplify للبراكت هيدا. بتصير معي f of 4 minus x لازم تطلع معي. ليه عم بقول لازم؟ لأنه قايل لي بروف، مش قايل لي تشيك شوفها A أو لا، عم بيقول لي بروف. أنا هو اللي بدي برهنهم. خليني عشان ما كتير نعجق نجي على جنب ونطلع هيدي خالصة. خليني طلع هيدي. فأنا عندي f of x اللي هي الأساسية minus 2x squared plus 8x minus 2. أنا بدي لاقي f of 4 minus x، يعني بدي استبدل كل x ب 4 minus x. فخلينا كل x نحط محلها براكت فاضية مثل ما تعودنا، عشان هيدا البراكت الفاضي نحن منعرف انه حنحط محله 4 minus x. فبصير عندي اول براكت منحط 4 minus x وتاني براكت 4 minus x. بتصير معي minus 2 طبعا نزلت هيدا البراكت على الرول a minus b all squared، يعني squared الاول 16 minus 4 times x هي 4x times 2 بتعطيني 8x. هيدي remarkable identity plus squared التاني. والبراكت التاني مجرد simplify plus 32 minus 8x والminus 2 نزلت. بتصير هلأ معي هون حنعمل simplify، تدخل الماينس 2 على البراكت. انتبه انه عندنا ماينس هون لانه حتعمل تشينج للسايز. بصير معي هلا minus 32 plus 16x minus 2x squared plus، وهولي ما فيهن شغل، 32 minus 8x minus 2. خلينا نعمل شوي simplify
قلنا similar terms هيدي ما في مثلها بتنزل minus 2x squared وعندنا هون minus 32 plus 32 بتروح و plus 16x و minus 8x بتعطيني 8x و minus 2 شفتوا هيدي؟ هيدي هي f of 4 minus x اوكي؟ خليني امسكها وروح حطها بالرول اللي معيها هيدي f of 4 minus x طلعت معي minus 2x squared plus 8x minus 2 هل هي equal to ال f of x اللي هي minus 2x squared plus 8x minus 2 إذا قرناهم مع بعض بيطلعوا true equal ومن هون بنقدر نقله then x equals 2 as x is of symmetry للfunction اللي معي إياها Part 5 عندنا الفانكشن f of x equals x plus 2 all squared minus 1 وبدنا نبرهن x equals minus 2 هي axis of symmetry لهيدي الفانكشن اللي معي اياها فx equals minus 2 يعني الA عندي minus 2 هلا اذا بتحبوا تعودوا يعني تشتغلوا على هيدي فيكم تشتغلوا عادي بس اسهل لكم تعملوا لها سمبليفاي f of x equals 2 هيدي على ريماركابل ايدنتيتي a plus b all squared اللي هي بتساوي squared الاول plus الاول بالثاني ب2 يعني x times 2 2x times 2 بتعطيني 4x plus squared الثاني 2 squared plus 4 minus 1 بتصير ال f of x equals to x squared plus 4x plus 4 minus 1 هي plus 3 وهيك صار شكل ال f of x الخطوة اللي وراها خلينا نكتب الرول بتقول الرول انه f of 2a minus x هل رح تطلع equal ل f of x اكيد حتطلع لانه عم بيقول لي proof نحن بس بدنا نبرهنا خلينا نعود ال a اللي هي equals minus 2 بصير معنا f of 2 مكان ال a بدنا نحط minus 2 minus x هل equals ل f of x اللي معي اياها خلينا نعمل simplify هون بصير معنا الخطوات هن نفسهم minus 4 minus x هل equals لل f of x اللي معي اياها فخلينا نروح على جنب ونطلع هيدا ال f of minus 4 minus x انا مع ال f of x الاساسية هي x squared plus 4x plus 3 منا بدي طلع f of minus 4 minus x فلنطلعها مكان كل x بدنا نستبدلها ب minus 4 minus x مثل ما حكينا شفتوا هول ال x اللي معيهن اول شي خليني استبدلهم ببراكت فاضيين وبعدين بعبيهن هلا الخطوة اللي وراها البراكت اللي فاضي اللي هون بدنا نحط محله minus 4 minus x انه هو اللي بعبر لي عن الاكس القديمة minus 4 minus x minus 4 minus x ونحن بنعرف انه minus 4 minus x هي على شكل minus a minus b all squared اللي هي نفسها a plus b all squared فإذا بدنا نظبطها بنقول هي نفسها 4 plus x all squared وخلينا نشتغل هيدي بيصير معنا minus 4 times 4 هي 16 plus times minus هي minus 4x plus 3 خلينا نعمل هيدي الريماركابل ايدنتيتي هي على a plus b all squared يعني squared الاول plus الاول بالتاني باتنين هي 8x plus x squared minus 16 minus 4x plus 3 بتصير معي خليني هلا اعمل simplify similar terms عندي x squared ما في مثلها plus 8x minus 4x هي plus 4x 16 و minus 16 بروحوا plus 3 بتنزل وهيدي هي ال f of minus 4 minus x خليني اكمشها وروح على الرول وحطها محل f of minus 4 minus x بدي حط مكانها قلنا x squared plus 4x plus 3 وانا ال f of x هي شوفوها هي equals to x squared plus 4x plus 3 عملوا compare هل هن equal لبعض yes they are equal it is true so فينا نقول x equals minus 2 as axis of symmetry للfunction اللي معي اياها خلينا ننتقل للaxis of symmetry graphically حكينا هو عبارة
عن vertical line 100% ما حيكون horizontal. انت تخيل انه الاكسس اوف سيمتري مثلا هيك horizontal، مستحيل يكون هيدا المراية، يعني تكون القطعة اللي تحت exactly هي القطعة اللي فوق، يعني اذا طبقتهم مع بعض انه يطابقوا، لا مستحيل. فهو vertical line عنده equation x equals a، هو number طبعا حسب وين مارق، ومنشوف هو طبيعي بده ينصف الكيرف لتو ايكوال بارت، هو كأنه ميرور، يعني بيكونوا التو بارتس ايكوال لبعض، يعني هون قد هون، هيدي المسافة قد هيدي المسافة، هيدي المسافة قد هيدي المسافة واتسترا. لاحظوا اهون شيء عند الفيرتكس، فيكم تقسموا الفيرتكس هو اهون شيء. فخلينا نشوف هيدا الاكسرسايز، عندنا هيدا الكيرف، بدنا نرسم الاكسس اوف سيمتري، يعني بدنا نرسم اللاين يلي بنصف هيدا الكيرف لتو ايكوال بارتس. اهون شيء تيجوا على الفيرتكس، شفتوا هيدا الفيرتكس، من هون نرسم الاكسس اوف سيمتري. فلاحظوا هيا، فاذا خلينا هو اللاين يلي بنصف الكيرف لتو ايكوال بارتس، فاذا اهون شيء نجي على الفيرتكس ونرسم اللاين. بتلاحظوا هيدا الاكسس اوف سيمتري عنده ايكويشن x equals to what minus 2. اذا بتلاحظوا الديستانس من هون لهون قد من هون لهون، نفس الشيء من هون لهون، اذا بتلاحظوا هيدي equals، هيدي كأنه هون عم بتمثل ميد بوينت لهيدي، يعني هيدي قد هيدي، هيدي equals لهيدي. لاحظوا هون طبعا هدول اللي عم نقارنهم مع بعض انه equals يكونوا على نفس الخط، فلاحظوا هيدي كأنه ميد بوينت هون، بتلاحظوا الديستانس من هون لهون هي نفس الديستانس من هون لهون، وهيك بيطلع هيدا الاكسس اوف سيمتري. بالنسبة لهيدا كمان هي الفيرتكس، فإذا هي الأكسس أوف سيمتري. أوكي، هو عبارة عن فيرتيكال لاين بنصف الكيرف اللي معي اللي هو هون بارابولا لتو إيكوال سبارت. لاحظوا المسافة من هون لهون قد من هون لهون، وهيدي قد هيدي، لاحظوا هيدي قد هيدي، لاحظوا هيدي إيكوالز لهيدي، هيدي المسافة equals لهيدي المسافة. أهون شيء لما يكون graphically تقسموا الvertex وبيبين معي axis of symmetry اللي هو عنده equation هون x equals 5 هيا. أوكي، هيدا هي هي الوظيفة اللي كانت عندنا مرة الماضية. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.